رغم كل ما حدث وما زال يحدث، فإننا كليبيين سنكون غدا على قلب واحد وصوت واحد ونشيد واحد، وجميعنا سنوحد الألوان ليكون لون الوطن طاغيا مساء السبت. الفرسان وصلوا نيجيريا والتحدي الصعب بانتظارهم، لكن عزيمتهم وطموحهم سيجعلهم يصعدون طائراتهم الخاصة بنتيجة إيجابية إن شاء الله مساء الغد. أهلا بكم في لايف. من جديد مساء الخير مشاهدينا. إذن لايف اليوم سنناقش فيه مباراة المنتخب ونظيره النيجيري ضمن الجولة الثالثة من تصفيات الكان أو التصفيات المؤهلة لكان 2019. طبعا مباراة مهمة جدا ستكون في انتظار أبناء ليبيا. فرسان المتوسط المنتخب الوطني مر بظروف صعبة ربما الأسبوع الماضي بمغادرة المدرب الأول عمر عمروش وتولي عمر المريمي أو عادل عمروش عفوا وتولي عمر المريمي مهام قيادة فرسان المتوسط. عمر المريمي يعرف جيدا المنتخب الوطني، فهو الذي كان معه في مباراة تونس في آخر مباريات المؤهلة أو في آخر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كذلك كان معهم في شان المغرب العام الماضي يعني أو بداية هذا العام. كل هذا سنتحدث فيه بالتفصيل مشاهدينا في لايف اليوم. سيكون في صحبتنا اللاعب الدولي السابق وصاحب الخبرة الكبيرة مع المنتخب الوطني أكيد اللاعب الدولي سمير عبود، والحارس منتخبنا الوطني سيتحدث عن تجربته في أفريقيا، أيضا عن طموح و التحديات التي ستواجه المنتخب هذه المرة للوصول إلى كان 2019. العديد من الأخبار والمواضيع بحوزتنا اليوم في لايف، لكن بداية مشاهدينا، المنتخب أجل استعداداته في تونس وتوجه اليوم إلى أبوجا وأكيد منها إلى المدينة التي ستستضيف المباراة لخوض المباراة المرتقبة. آخر استعدادات الفرسان في هذا التقرير. تحط بعد قليل طائرة المنتخب الوطني لكرة القدم في العاصمة النيجيرية، محملة بثقة وعزيمة أحمد بن علي ورفاقه الطامحين للعودة بشيء إيجابي من مباراة نيجيريا في ثالث تصفيات حلم الكان. المريمي أكمل البرنامج التحضيري بصورة مطمئنة بعدما عم الهدوء معسكر فرسان المتوسط، رغم الشوشرة الإدارية التي أخرجت عمروش بإرادته من التجمع. غياب حمد المصري ورغم تأثيره على تركيبة المنتخب لا يثير شك الشارع الرياضي الواثق في مقدرة التاجور وبن علي والتربي والسند ورفاقهم في إظهار الشخصية أولا، والتي قد نجني من خلالها نقطة ستكون ثمينة وذات قيمة عالية في حسابات الترشح. سرعة المنتخب النيجيري قد تجبر لاعبين على تغيير شكل الانتشار في الملعب، فنيجيريا لها اسمها ولها من الإمكانيات ما يجعلها لا ترى لا الانتصار للارتقاء في ترتيب المجموعة. التعب وطول مدة الرحلة مقارنة بموعد المباراة يؤرق الشارع الرياضي كثيرا، لكن مباراة جنوب أفريقيا عالقة في الأذهان ومن الممكن تكرارها أمام خصم آخر لكي يكون الكان أمرا ممكن، فلا يضيع في خبر كان. هذا ما نريده، أمر ممكن وليس خبر كان. نريد عالم ليبيا متواجد في كان 2019. اليوم ضيفنا سيكون من طرابلس اللاعب الدولي السابق وحارس مرمى منتخبنا الوطني سمير عبود. كابتن سمير مساء الخير وأهلا بك في لايف. مساء الخير لك أختي أزاد، ومساء الخير لكل متابعين قناة 218، وجمعة مباركة إن شاء الله. شكرا لك كابتن سمير. سنتحدث بمواضيع عديدة تخص المنتخب الوطني، ولكن أولا دعنا نتابع كيف كانت رحلة الفرسان إلى نيجيريا. Thank you.
إذن هذه المشاهد مشاهدينا كانت عند انطلاق رحلة المنتخب الوطني إلى نيجيريا في طائرة خاصة. هذه مشاهد خاصة ل 218 نيوز عن بعثة المنتخب الوطني أثناء مغادرتهم مقر الإقامة بأحد فنادق ضاحية جمارت بتونس العاصمة، واتجاههم إلى مطار تونس قرطاج لمغادرة تونس باتجاه نيجيريا بكل تأكيد. هذه مشاهد خاصة للاعبين يظهر فيها لاعبين المنتخب الوطني وتبدو المعنويات جيدة، هذا ما يبشر بمباراة نتمنى أن تكون لصالح المنتخب الوطني. من المفترض أن بعثة المنتخب تكون وصلت حاليا مشاهدينا إلى نيجيريا، وسنكون معكم في حال وصول البعثة عن طريق مراسلنا إبراهيم الحوتي الذي يرافق بعثة المنتخب الوطني إلى نيجيريا لحضور المباراة المرتقبة يوم غد السبت 4:30 بتوقيت ليبيا، وستكون العودة إلى تونس بعد المباراة مباشرة لمواجهة نفس المنتخب النيجيري يوم 17 في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. نعود مشاهدينا وإياكم إلى ضيفنا من طرابلس الكابتن سمير عبود. كابتن سمير، بداية نظرتك للمباراة بحسب خبرتك الدولية في مثل هذا النوع من المباريات تحديدا. طبعا بالنسبة لكل المعطيات تقول أن المنتخب الليبي حيكون له حيكون في يعني حيكون بيقوم بمباراة جيدة تبشر ان يكون المنتخب جاهز. طبعا بعد حتى لو الظروف ان بعد تصريحات المدرب الفريق النيجر ان هو مباراه ليبيا حتكون الذهاب والاياب حتكون هي المحطه القادمه اللي حتفتح الباب للترشح لبطوله امم افريقيا 2019، لكن كلا المنتخبين لهم نفس المعطيات. فمنتخب ليبيا ايضا قد تكون نيجيريا هي بوابه في مباراه المتمثله في مباراه الذهاب والعوده، تكون يعني في النتائج الايجابيه للفريق للمنتخبنا الوطني على المنتخب النيجيري قد تحقق طموح لاعبينا وطموح الشعب الليبي في ان يكون المنتخب الوطني في ضمن الفرق التي ستشارك في أمم أفريقيا 2019. نعم كابتن سمير، بكل صراحة الهزة الإدارية اللي ضربت نقدر نقوله منتخبنا الوطني نهاية هذا أو الأسبوع الماضي، هل ستؤثر على اللاعبين أم أن عمر المرمي قادر على ضبط الأوتار من جديد؟ نحن الليبيين دائما متعودين على مثل هذه الهزات حقيقة، دائما في منافساتنا سيرنا مثل هذه الإشكاليات سواء كان على المستوى الإداري أو على المستوى الفني، لكن أحيانا تكون لها تأثير سلبي وفي نفس الوقت قد تكون لها ناحية إيجابية بحيث أن تصير ضغط من اللاعبين أن هم يتخطوا هذه المرحلة وتكون بدل أن هي تكون عائق لهم تكون حافز ومؤثر أن هم يكونوا في الموعد ويحققوا نتيجة إيجابية، خاصة أن أعتقد أن عمور المرمي حيكون تركيزه على مباراة الذهاب أنه يحاول يحصل منها نقطة وإيقاف أيضا مسيرة المنتخب النيجيري في مباراة الذهاب. مباراة العودة يكون لها كلام ثاني إن شاء الله. يعني كابتن، يعني بما أنك أنت تكلمت على عمر المرمي، أنت تعرف عمر المرمي بشكل كبير، يعني لعبتوا مع بعض فترة طويلة، هل عمر المرمي هو الشخص الآن اللي قادر يقود المنتخب اللي كان الكاميرون أم أن مباراتي نيجيريا ستكون فترة مؤقتة للمرمي؟
بصراحة أيا كان عمر المريم الآن في وسط المحك وفي الظروف اللي وجد فيها سواء كان في السابق أو الآن، يعني أعتقد أن المدرب المساعد أو المدرب العام هو 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 البديل الأنسب أنه هو يقود أي فريق، يعني في أي نتكلم بشكل عام أي فريق يكون مساعد المدرب هو الأنسب للقيادة، خاصة في ظروف زي اللي مر بها منتخبنا الآن. يعني أيام كانت تفصل على مباراة نيجيريا، صعب أنك أنت تجيب مدرب جديد يقود المنتخب، فأعتقد أن عمر المريمي هو الحل الأمثل، وإحنا نشدوا على يديه ونشدوا على يدي اللاعبين ونتمنى لهم التوفيق، ومن بعد ذلك يعني في المستقبل يعني كل في تفكير ثاني سواء كان اتحاد الكرة ان هم يكون فيه مدرب، لو ان تم الاستغناء عن العمروش ان يكون في مدرب كفء يقود منتخبنا في المسابقات القادمة او في المباريات القادمة. نعم كابتن سمير، يعني تقريبا من مباراة الكونغو في كينشاسا في أول مباراة في تصفيات كأس العالم 2018 ما واجهتش منتخبنا الوطني مباراة صعبة كهذه، يعني مثل هذا النوع من المباريات، يعني بتحكي على نيجيريا، تحكي على الكاميرون، تحكي على غانا، يعني مباريات لهم قيمة كبيرة فنيا، شن تفرق هذه المباريات على غيرها كابتن؟ أولا نقول لك أن المنتخب الوطني هو من يحدد أن الفرق المقابلة له قوية أو ليست في المستوى، لأن الكرة الأفريقية الآن صار في تقدم كبير، نتفاجأ ببعض المنتخبات اللي كانت تحسب من المنتخبات الضعيفة إن هي الآن من المنتخبات اللي تنافس والمنتخبات اللي تترشح بسهولة للمسابقات القارة. ذلك تطور الكرة بشكل عام في أفريقيا قارب بين مستويات المنتخبات، كرة القدم الآن مفتوحة على العالم بالكامل، الكل يعرف منتخب ليبيا، الكل يعرف منتخب نيجيريا، الكل يعرف لاعبين كلا المنتخبين أو كل المنتخبات. أيضا أعتقد أن المنتخب الليبي خاصة يعني نحن مرينا بظروف صعبة، وقد تكون عدم لعب المنتخب في بلادنا لها تأثير سلبي عليه، لكن بالعكس الآن نشوف في الإيجابية أن اللاعبين تخلصوا من ناحية النفسية من عامل الخوف من المنتخبات من اللعب خارج الديار، لأن كل مباريات أصبحت الآن خارج الديار سواء كانت اللي تحسب لخارج أرضهم أو داخل أرضهم في كلها خارج الديار. هذا ليه تأثير إيجابي كان على المنتخب بأن اللاعبين تخلصوا نفسيا من رهبة الخصم اللي ممكن كنا نعاني منها في السابق، يعني كانت مباراة تلعب في أرضنا ومباراة خارج أرضنا، نحاول أن احنا في داخل أرضنا نحدد النتيجة بحيث أن احنا نمشي في المباراة خارج الديار أن احنا يعني تكون نتيجتنا إيجابية مع المحصلة يكون تحصيل للمبارتين أو مباراة الإياب الذهاب اللي تكون في عندنا تكون يعني هي اللي نعتمد عليها بشكل عام. لكن الآن كل مباراة منتخب الليبي هي خارج الديار، فاللاعب الآن يلعب تحت ضغط زي ما كان في السابق، تخلص من هذه الضغوطات وهذا في صالح المنتخب أكيد. يعني المنتخب غدا ستكون يعني مباراة اللي حتكون في نيجيريا هي نفسها اللي في تونس تقريبا، لأنها زي ما ذكرت حضرتك المرتين حيكونوا برا ملعبهم، يعني مش حيكون في رهبة أكيد، خاصة إن حتى التوقعات كانت في مباراة جنوب أفريقيا أن ممكن تكون جنوب أفريقيا من السهل أن تفوز على منتخبنا الوطني، لكن في الملعب شفنا عكس ذلك، وشفنا المنتخب الليبي جاري المنتخب جنوب أفريقيا وكأنه يلعب في أرض محايدة، ويعني خاصة يعني أصبح الآن يعني عامل الأرض والجمهور عامل بسيط جدا يعني. نعم، أي سيناريو كابتن سمير هو الأنسب أن يتخذ عمر المريمي غدا؟ يعني هل يدافع للحصول على نقطة؟ هل أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم؟ شن تتوقع السيناريو حيكون غدا وما هو الأفضل من وجهة نظرك؟ يعني أعتقد أنه هو مش هيهاجم من البداية لأنه يعرف قيمة المنتخب اللي قدامه، لكن حيكون في توازن، حتكون الناحية الدفاعية والعبء على الفريق من الناحية الدفاعية، نتكلم على المدافعين مش كلاعبين مدافعين، نتكلم على الفريق كسيستم بالكامل، إنها الناحية الدفاعية حتكون موجودة بشكل أكبر،
لكن مع استمرارية اللعب لو حس المنتخب الليبي ان بامكانه مجاراة المنتخب النيجيري وكسب الثقة في ارض الملعب فمتأكد انها حتكون المباراة صعبة على المنتخب النيجيري حتى في ارضها. نعم كابتن انت كنت واعتقد ان نفس السيناريو حيكون مع جنوب افريقيا. نعم كابتن انت كنت في اخر نسخه شارك فيها المنتخب الوطني في كاس الامم الافريقيه، كانت في 2012، كانت اخر بطوله افريقيه لي قبل الاعتزال. كابتن شن ينقص منتخبنا الوطني اليوم فعليا للمنافسه في مثل هذه البطولات، مش بس لبلوغها، للمنافسه فيها؟ التخبط، اعتقد ان التخبط الإداري والمالي وأيضا عدم جاهزية اللاعبين بشكل جيد من خلال الدوري قوي، هذا ليه تأثير كبير بغض النظر عن اللاعبين اللي هم محترفين خارج ليبيا، أكيد حيجوا جاهزين من كل النواحي، لكن المنتخب اللاعبين اللي موجودين في ليبيا ظروف هم الآن يحاولوا أنهم يصنعوا شيء رغم أن في ظروف صعبة أمامهم، خاصة ان الدوري مبداش، ما فيش فورمة المباريات، الاعداد البدني حيكون ناقص عندهم، ايضا اعتقد ان الظروف اللي يمر بها المنتخب تأثر بشكل كبير على انه هو يكون موجود او انه هو ينافس بشكل كبير في المسابقة في التصفيات الامم الافريقية. احنا خلينا نترشحه قبل، وبعدالي طبعا الاستمرارية في انك انت دائما تكون موجود في مثل هذه المنافسات هي اللي يعطيك انك انت توصل لمراتب متقدمة وتوصل حتى للتتويج. نعم. وهذا يحتاج وقت ويحتاج صبر. نعم كابتن سمير، تكلمت ان التشكيلة. نعم. الموجودة الان في المنتخب الوطني هي جيدة، لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية المنتخب الوطني يضم 8 محترفين، قيمة اللاعب المحترف في تشكيلة المنتخب الوطني شن الدل؟ يعني تقريبا في جيلكم انتم ما كانش في لاعبين محترفين، يعني اصلا يعني في تاريخ كرة الليبية كلها ما وصلوش لثمانية، يعني في نفس الجيل تقريبا. لما تتكلم على جيلنا احنا، حتى لما ما كانش عندنا لاعبين محترفين لكن كان عندنا لاعبين يلعبوا في دوري قوي، خاصة يعني في السنوات. صحيح. الأخيرة كان الدوري في أوجه في قوته، لاعبين سواء كانوا في الاتحاد أو في الأهلي أو الأهلي بنغازي أو النصر أو المدينة أو الأخضر والعديد من الأندية، كان في منافسة قوية في الدوري، كان في استمرارية في اللعب، هذا يعطي جاهزية للاعبين. لكن اللاعب المحترف هو أو كين ممكن نتكلم ان احنا لاعب محترف يلعب خارج ليبيا، لكن هل اللاعب يلعب مع فريقه بشكل رسمي او انه هو موجود ضمن قائمه الفريق فقط؟ لو كان يلعب بشكل رسمي اكيد حيكون له تاثير ايجابي، لكن لو كان هو موجود في القائمه فقط وما يلعبش مع الفريق نتاعه حيكون نفسه زي اي لاعبين الموجودين في ليبيا. كابتن سمير، يعني بس بما ان تكلمنا عن اللاعبين المحترفين، لو بنسالك على احمد بن علي، عقليه احمد بن علي هل كان تنقص المنتخب الليبي؟ يعني شفنا ما قدمه احمد بن علي في مباراه جنوب افريقيا، قبلها في مباراه تونس الذهاب والاياب في تصفيات كاس العالم، هل هذه العقليه المحترفه المنضبطه تكتيكيا هذه ما كانت تنقص المنتخب الليبي سابقا؟ هي فائده الاحتراف إنشاء مثل هذا النوع من اللاعبين بعقلية مختلفة جدا عن العقلية الموجودة في ليبيا. اللاعب المحترف في أوروبا وفي أي دول الآن اللي طبق في نظام الاحتراف بشكل شكله الأصلي أو شكله المفروض حتنتج لاعبين بعقلية كبيرة، بعقلية حتى من ناحية حتى خارج الملعب، داخل الملعب اللاعب يكون منضبط تكتيكيا، منضبط خارج الملعب، تقدر تعول عليه في كل المباريات. مهم جدا وجود اللاعب المحترف، مهم جدا الاحتراف في كرة القدم، حتى الاحتراف في الداخل المفروض انه يكون يطبق بشكل كامل، مش بشكل يعني اللي احنا الان نشوفه فيه في ليبيا، ان اللاعب يتقاضى مبلغ من المال في عقد سنوي. ولكن كيف ان احنا نجهز له كل الامور اللي محتاجها كان احنا نصنع منه لاعب محترف متكامل يعني. نعم كابتن سمير ابقى معنا، سنشاهد استطلاع قامت به 218 لرصد اراء بعض الشخصيات الرياضيه البارزه التي اكدت ايمانها بقدره المنتخب الوطني على الخروج بنتيجه طيبه وتجاوز المشاكل المحيطه. لنتابع.
مباراة منتخبنا ستكون في نيجيريا في أرض الفريق المنافس، لكن حماس الفريق الليبي يعول عليه كثير. كل قلوب الليبيين أكيد مع منتخبهم. الجماهير الرياضية الليبية محتاجة للانتصار في هذا التوقيت بالذات. الفريق الليبي قال لنا في جنوب أفريقيا ما زالت عندي مفاجآت قادمة، إن شاء الله نشوفها في نيجيريا. نتمنى المنتخب الليبي التوفيق، ونتمنى من الرياضيين التركيز. والمباراة هذه بصراحة مهمة وتهمنا نحن الليبيين كلنا بصفة عامة، لجنة ترفع من المعنوية متاعنا شوية. ونتمنى المنتخب الليبي الأداء اللي قدموه مباراة جنوب أفريقيا بصراحة أداء جيد وأداء مشرف للكرة الليبية، ونتمنى من الرياضيين متاعنا المزيد أكثر، ونتمنى يعني بصراحة مباراة نيجيريا هذه نبوا فيها 3 نقاط باش نوصلوا للبطولة الأفريقية. بالنسبة لمباراة نيجيريا القادمة حتكون مفتاح للبطولة الأفريقية 2019، لأنها حتكون مباراة صعبة مش سهلة، وبعدها المباراة الأخرى بعد 3 أيام في نيجيريا. أنا نتمنى المنتخب أنه يكون أداء جيد، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب. كيف ما عارفين طبعا الفريق الوطني مقبل على المباراة مع المنتخب النيجيري، وكيف ما عارفين طبعا فريقنا الوطني تحصل على الترتيب الأول في المجموعة، وحظوظ نقدر نقول حظوظ جيدة من خلال الأداء اللي شفناه مباراة جنوب أفريقيا، واللي من خلالها حقق نتائج إيجابية. لذلك نحن نتمنى المباراة الجاية مع الفريق النيجيري اللي يعتبر من الفرق القوية في أفريقيا، وكيف ما نعرفين طبعا اللعب في أفريقيا لعب صعب، ولكن بوجود اللاعبين المحترفين واللاعبين المحليين اللي كسبوا خبرة كبيرة من خلال أغلب المباريات أو كل المباريات سواء الأندية أو المنتخبات التعبت خارج أرضها، وهذه تعتبر إيجابية للاعبين والفريق حتى يتعود على اللعب خارج أرضه. ونتمنى أن احنا يحقق نتيجة إيجابية تليق بالكرة الليبية، على الرغم من الظروف اللي تمر به ليبيا عامة وخاصة الرياضة. الدوري ما زال ما بدش والدوري يكمل متأخر، ولكن بالإصرار والعزيمة إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية. تفاؤل مهم جدا من شخصيات رياضية بارزة في مدينة بنغازي لها وزن وقيمة ثابتة في الرياضة الليبية. نعود للحديث عن مباراة المنتخب المرتقبة غدا ضد المنتخب نيجيريا ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية مع الكابتن سمير عبود. كابتن سمير عبود، أبرز الغائبين عن مباراة الغد سيكون حمدو المصري، من الأقرب لتعويض حمدو لاعب عنده قيمة كبيرة في منتخب الوطني؟ طبعا حيكون اعتقد ان محمد منير هو الاقرب، بحيث انه هو عمر المرمي حيكون يلعب بالصب كظهير، ومحمد منير ممكن يعطيه الناحيه الهجوميه والناحيه اللعب على الجهه اليسرى. لكن دائما هذا يبقى دائما في عند عمر المرمي، هو يعرف جاهزيه لاعبينا وامكانياتهم، هو اللي ممكن اكثر من احنا عايش معاهم وعارف الظروف المحيطه بالمنتخب، وغدوه ان شاء الله نشوفه يعني هو الاصلح، لكن اعتقد ان محمد منير هو الاقرب. نعم، يعني في عامل مهم جدا ربما سيكون يعني نقطه سوداء في مسيره المنتخب امام نيجيريا، ولا نتمنى ذلك. العامل البدني الذي دائما ما يؤثر على اداء المنتخب الوطني، يعني مبارتين في وقت ضيق جدا لا يحسب لاتحاد الكرة طبعا للأسف، يعني مغادرة المنتخب اليوم ولعب المباراة غدا في نيجيريا مشكلة كبيرة سيعاني منها المرمي، هي ضيق الوقت بين المباراتين، مباراة بعدها ب4 أيام مباراة أخرى وسفر مرتين من تونس إلى نيجيريا والعكس. كيف سيتعامل المرمي؟ هل ستكون هناك تشكيلتين ألف وباء، أم أن هناك أسماء مش حتكون موجودة، أو حيلعب بنفس المنتخب رغم كل الظروف؟ اعتقد ان الوقت الذي اختير للسفر الى نيجيريا هو وقت مناسب ان اللاعب ينتقل الى نيجيريا اليوم صباحا يصل او في ساعات متاخره من الليل، وتكون عنده حصه تدريبيه مساء اليوم بحيث تكون هي لازاله التعب الرحله، وايضا للتذكير اللاعبين وتجهيزهم كان يكون اخر تدريب للفريق. العودة أعتقد أن يوم الأحد أو ثاني يوم مباشرة في نفس يوم المباراة. كابتن سيعودون نعم. في نفس يوم المباراة بعد انتهاء المباراة سيعودون، يعني يوم السبت.
وهذا اعتقد هو الراي السليم، لان الوقت ضيق ومحتاج عمرو المرمي انه يجهز لاعبيه بحيث انه يكون عمليه الاستشفاء اللاعبين سريعه. واكيد يعني العامل البدني مهم جدا، انا تكلمت من البدايه، انا قلت لك ان اللاعبين ما نقدرش نحملوهم فوق طاقتهم، لان بدنيا تدريبات لا تكفي بالمباراه وخوض غمار المباريات اللي فيها التركيز العالي والتركيز الكبير هي اللي تصنع من اللاعب انه يكون جاهز بدنيا ونفسيا، ويكون يعني حتى من ناحيه تكتيكيه جاهز. التدريب والمباريات الوديه اعتقد ان هي ممكن يعرف المدرب يقدر من خلالها انه هو يوقف على بعض الاخطاء، لكن انه هو يكون الفريق جاهز بجاهزيه كامله من خلال المباريات الوديه اعتقد ان هذا الامر صعب جدا. لكن عمرو المرمي لما الامور اللي قدامه الان والظروف اللي يمر بها، افضل قرار اتخذه انه هو الفريق يمشي قبل المباراه بيوم، وانه يرجع ليله المباراه بحيث انه بعد المباراة مباشرة ينتقل المطار ويعود لتونس، وبعدها يبدأ في الاستعداد لمباراة الإياب من ناحية الاستشفاء اللاعبين وتجهيزهم. مش حيكون في عبء وتدريبات بدنية، حتكون كلها عملية استشفائية وتكتيكية بشكل كبير يعني. نعم كابتن سمير، إذا نعود لك سؤالي مرة ثانية، بس يعني هل سنشاهد نفس تشكيلة المنتخب في مباراتي نيجيريا ذهابا وإيابا، أم أن المرمي سيجري تغييرات في مباراة الإياب على ملعب الطيب المهيري؟ أنا جاوبتك على السؤال. بس يعني نبي إجابة واضحة، هل تتوقع مش أن مش حيكون لا واضحة خدها، مش حيكون أن في فريق ألف وبي. علاش تكلمت عن عملية الاستشفاء؟ الآن نشوف كل الفرق في العالم وحتى في الفرق العربية تلعب بعد 3 أيام وأربع أيام من المباراة ويكونوا نفس اللاعبين. هذه هي تعتمد الآن على عملية الاستشفاء فقط للاعبين. يعني بدنيا اللاعبين الليبيين اليوم قادرين على إكمال 90 دقيقة بدون أي تعب؟ يعني إحنا كنا نشوفه حتى في مباريات سابقة لنفس هذا الجيل إن هم ما يقدروش يكملوا 90 دقيقة الصراحة. صعب، لكن إحنا قلت لك زي ما كنا حتى في السابق يعني أحيانا نكون بدنيا مش جاهزين، لكن نحاولوا إن إحنا اللاعبين اللي يكونوا قراب من بعضهم ما يكونش فيه اختراق من الخصم، ما يكونش فيه فجوات في بين الصفوف، بيحاول ان هم يخطفوا المباراه خطف يعني. لو ان ما يحاولش ان هو يهدر مجهوده في 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 الفاضي، يحاول ان هو يستغل كل طاقته في ان هو يطلع بالمباراه من 90 دقيقه. نعم كابتن سمير عبود ابقى معنا، سنعود لك بعد هذا الفاصل القصير. لكن مشاهدينا قبل الفاصل، صفحة 218 على فيسبوك تجري استفتاء عن مباراة المنتخب مع نظيره النيجيري، بإمكانكم المشاركة معنا وتوقعاتكم، هل سيكون المنتخب سيعود بفوز أم تعادل من نيجيريا، وكذلك سيكون في استفتاء أكيد على مباراة تونس. فاصل قصير مشاهدينا ومراجعين في لايف. اهلا بكم من جديد مشاهدينا في اللايف، ولنناقش في مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره النيجيري التي ستكون يوم غد في اكيد نيجيريا ضمن تصفيات كأس الامم الافريقية 2019. تقرير عن مباراة نيجيريا او عن منتخب نيجيريا واخر استعداداتهم نتابعه الان. يستعد المنتخب النيجيري لمواجهة منتخبنا الوطني ضمن مباريات المجموعة الخامسة لتصفية كان الكاميرون 2019، وذلك لحساب الجولة الثالثة بملعب باكوا أبيوم ستاديوم بمدينة أيو. مدرب سوبر إيجلز الألماني الفرنسي جيرنو رور كشف قبل أيام عن قائمة اللاعبين التي ستكون حاضرة أمام فرسان المتوسط، ولم تطرأ عليها تغييرات كثيرة، إذ عاد أبرز الغائبين عن المجموعة خلال الشهر الماضي وهم إليكس لوبي وويليام أيكونغ وألالوا آين، وخاصة إيزاك ساكسيس مهاجم واتفورد الذي لم تتم دعوته منذ 2017 والذي سيكون الورقة الرابحة للمدرب حسب الصحافة النيجيرية. ولن يشارك قائد النسور جوبي ميكال أيضا زملائه بسبب الإصابة التي لازمته منذ ما يقارب الشهر، كذلك فيكتور موزاس الذي اعتزل اللعب دوليا.
المدير الفني لمنتخب نيجيريا يعول على النقاط الثلاث من المواجهة أمام الفرسان ليضمن اللعب براحة في مباراة الإياب التي ستقام بتونس، مستندا في ذلك إلى عاملي الأرض والجمهور. تاريخ المواجهات بين المنتخبين لا يرجح كفة أي جانب، حيث التقيا فقط بشكل ودي وتقاسما النتيجة بالتساوي، إذ فاز فرسان المتوسط مرة سنة 2004 ورد النسور اعتبارهم في المرة الثانية سنة 2005، ليكون هذا اللقاء أشبه بفض الشراكة. أكيد طبعا نتذكر جيدا مباريات الودية مع منتخب نيجيريا وهدفي نادر كاريا في ضمن دورة إنجي 2004 في ملعب طرابلس، هذا الملعب الذي اشتاق لأصوات الجماهير لدعم منتخبنا الوطني. نعود الآن إلى كابتن سمير عبود من طرابلس. كابتن سمير، منتخب نيجيريا ليس المنتخب الصعب بالسهل، يعني منتخب صعب، منتخب له اسمه، يمتلك العديد من اللاعبين المحترفين، كيف تتوقع أن يتعامل مع مباراتي المنتخب الوطني؟ طبعا أعتقد أن المباراة داخل أرضه حيحاول المهاجمة من البداية مباغتة المنتخب الليبي من بداية المباراة حتى تكون المباراة سهلة عليه في كامل دقائقها. أعتقد المنتخب الليبي لو أنه هو استطاع أن في بداية المباراة أن يتمكن من عدم قبول الهدف خاصة في بدايتها، أنها حتكون دائما كل دقيقة تمر على المنتخب النيجيري حتصعب عليه المهمة أكثر، حتعطي ثقة للمنتخب الليبي أنه هو يكون ند لمنتخب نيجيريا. زي ما قلت لك في البداية الفريقين عندهم كل نفس المعطيات، هذه المباراتين هم الفيصل بالنسبة لترشحهم لكأس أفريقيا 2019. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني ونتمنى أن المنتخب النيجيري يكون سهل ما هو صعب أمام منتخب ليبيا. أكيد هذا ما نتمناه كابتن، لكن يعني لاعبين محترفين يحترفوا في أقوى الدوريات العالمية، يعني نتكلم على البريمير ليج، هل حيكون لهم دور أمام ليبيا أم أنهم حيستهزوا بالخصم؟ يعني إحنا ديما نشوفوا أن المنتخبات الأفريقية دائما تستهزى على المنتخبات العربية خاصة في التصفيات الأفريقية. أعتقد أن المنتخبات الأفريقية أو لاعبي الأفارقة أدائهم في أنديتهم أكثر فاعلية من أدائهم مع المنتخب الوطني، دائما نشوفها فيها حتى في بطولات الأفريقية، نتوقع أشياء من لاعبين كبار يلعبوا في أندية كبيرة في أوروبا لكن يكون أدائهم عادي جدا. هذا ليش أن إحنا دائما عندنا الفرصة أن إحنا نباغتوهم وعندنا الفرصة أن إحنا نجاروهم في اللعب. نعم كابتن، يعني انت تكلمت ان التصفيات دائما اللاعبين الافارقه ما يكونوش بنفس القيمه ما بين الانديه والمنتخب، ايضا نلاحظوا في حاجه ان دائما اللاعبين الافارقه يتالقوا في التصفيات المؤهله للمونديال اكثر من التصفيات المؤهله كاس افريقيا، وكنا نعرف قيمه التواجد في المونديال والعقود الاحترافيه اللي تقدم لهم على طبق من ذهب من الانديه الاوروبيه، هل ممكن هذا يكون عامل ايجابي لمنتخبنا الوطني في مباراه الغد بما ان التصفيات هي تصفيات لكاس افريقيا وليست لكاس العالم؟ اعتقد ان الجانب الوطني او العامل الوطني للاعبين نحن خاصه يعني لشمال افريقيا هو اكثر فاعليه من اللاعبين الافارقه، لان هم يعتبروا ان الانديه هي مصدر رزقهم وان هي خوفهم من الاصابات، خوفهم من ان هم اصابه قد تعطلهم على انهم يستمروا مع الانديه نتاعهم تخلي اداهم غير فعال مع منتخباتهم، وهذا لاحظوا فيه حتى لما كنا نلعب وإحنا كانت الأداء متاعهم يعني زي ما قلت لك في السابق تتوقع من لاعبين عندهم أسماء ويلعبوا في أندية كبيرة إنه هم يكونوا في الفورمة متاعهم، تلقى يعني خارج الفورمة أو إنه هو مستسهل اللعب ومستسهل المباراة، وهذه أيضا بالإضافة إلى الأمور المادية والمشاكل المادية خاصة المنتخبات الأفريقية الكبيرة دائما تصير لها بعض هذه المشاكل في معسكراتها في تجمعاتها قبل المباريات. يعني نعم زي ما شفنا إيتو ودروغبا فيما سبق يعني مع منتخباتهم، مش هم إيتو ودروغبا اللي موجودين في المنتخبات الأوروبية. سؤال مهم جدا، استفزاز العمروش للمنتخب النيجيري والاتحاد الكرة النيجيري وكذلك الجمهور النيجيري بتصريحاته اللي تعتبر مستفزة، هل وضع المنتخب الليبي في مأزق قبل مغادرته؟ كل مدرب له طريقته في الأداء سواء كانت في الملعب أو خارج الملعب،
لكن أعتقد أن مغادرة العمروش كانت مباغتة للمنتخب الليبي وكانت مفاجأة، وزي ما قلت لك يعني في السابق أن ممكن تكون بفائدة على المنتخب الليبي وممكن تكون يعني سلاح ذو حدين، ممكن تكون إيجابية وممكن تكون سلبية على المنتخب. نعم أكيد نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني. اللاعب الدولي السابق وحارس مرمى المنتخب الوطني سمير عبود، شكرا لتواجدك معنا، سعيدين جدا بحضورك اليوم معنا في برنامج لايف. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لك سمير. إذا كابتن سمير عبود تحدث عن العديد من المواضيع، قال أن تحدث عن عمر المرمي وطريقة اللعب الذي سيتبعها مدرب المنتخب الوطني، تحدث عن قيمة اللاعبين المحترفين، وتحدث عن مواجهات نيجيريا وهذا النوع من المواجهات في البطولات الأفريقية. مشاهدينا الكرام نواصل لايف، حيث سيكون ملعب أكوا إيبيوم محتضنا لمباراة الغد بين منتخبنا الوطني ومضيفه منتخب نيجيريا، في حين سيقود الحكم الكونغولي جون غامبو مسؤولية قيادة المباراة. التقرير التالي يقربنا من الملعب المباراة والطاقم التحكيمي. سيستضيف ملعب أكوا إيبوم ستاديوم بمدينة أويو نيجيريا مباراة منتخبنا الوطني أمام نيجيريا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2019. الملعب افتتح عام 2014 ويتسع ل 30 ألف متفرج ويعد من أحدث الملاعب الإفريقية. سيقود المباراة الحكم الكونغولي جون جاك نغامبو. الحكم يحمل الشارة الدولية منذ عام 2013 ولم يسبق له قيادة أي مباراة لمنتخبي. كان الحكم الرابع في مباراة منتخبنا الوطني أمام الكونغو ببطولة الشان 2018 والتي استضافتها المغرب. قاد عددا من المباريات في التصفيات الأفريقية المؤهلة للكاميرون 2019، آخرها مباراة المغرب وملاوي. سيساعد الحكم أوليفيه سافاري وتيبانا سيبوتو، بينما سيكون مالالا كابانغا حكما رابعا في المباراة. إن شاء الله يا رب الحكم الرابع يكون وجهه حلو زي مباراة الكونغو في تصفيات في بطولة الشان واللي فاز فيها منتخبنا الوطني وعبال بها النصف النهائي. إن شاء الله يا رب يكون يوم كروي جميل يوم غد على المنتخب الوطني وعلى كل محبي الرياضة الليبية. إذا فوز المنتخب مهم جدا والعودة بنقطة أيضا مهمة جدا، وأكيد أي تحقيق نتيجة أي نتيجة إيجابية هي في صالح منتخبنا الوطني اللي حصد لحد الآن 4 نقاط في صدارة الترتيب متناصفا مع جنوب أفريقيا بفارق الأهداف. للحديث أكثر عن مباراة منتخبنا الوطني ونظيره النيجيري ينضم إلينا الصحفي الرياضي هشام حقية. هشام، أولا كيف تابعت مغادرة العمروش للمنتخب الوطني في هذا الوقت؟ شوف رأينا أن الإعلام الرياضي تعامل بحرفية مع هذا الموضوع ووقف إلى جانب المنتخب الوطني في هذا الوقت الضيق. تحياتي لك كذلك، تحياتي لكل متابعي قناة 218. بالتأكيد ما حدث مؤخرا للمنتخب الوطني كان مفاجئا في الوسط الرياضي، خصوصا الإعلام الرياضي الذي لم نكن نتوقع أن هناك خلافات بهذا الحجم داخل المنتخب الوطني بين المدرب العام والإداريين أو بين اللاعبين أو بين اتحاد الكرة والمدرب. كل هذا لم نكن على علم به، رغم أن بعض صفحات التواصل أشارت إلى وجود خلافات قبل المباراة قبل الحادثة بيوم أو يومين، ولكن لم نتصور أن يغادر العمروش أو يهرب العمروش إن صح التعبير قبل المباراة التي تعتبر مهمة في تاريخه هو كمدرب وتاريخنا نحن كمنتخب في تصفيات كأس أفريقيا. بالتأكيد حسب وجهة نظري أن ما حدث لن يؤثر كثيرا على اللاعبين ولن يؤثر في نتيجة اللقاء، لأن الطاقم الفني المصاحب للمنتخب الوطني هو ذات الطاقم المتواجد مع المنتخب منذ فترة طويلة، يعني منذ أن كان جلال الدامجة كان عمر المرمي مساعدا له، ذهب جلال الدامجة وبقي عمر المرمي. قال عمر المرمي المنتخب في أكثر من لقاء رسمي وحيد كان مع منتخب تونس، ثم عدد من اللقاءات الودية إضافة إلى بطولة الشان. هذا هو اللقاء الثاني لعمر المرمي، ولكن عمر المرمي كان متواجدا كمساعد مدرب، أي أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة
في المنتخب الوطني، وبالتالي لن يجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين، لن يجد صعوبة في إيجاد خطة اللعب المناسبة التي تناسب مع إمكانيات اللاعبين الموجودين لديه. أيضا اللاعبين لن يشعروا بأي شيء غريب، يعني لن يشعروا بأن هناك شيء حدث. يعني عمروش لم يقود المنتخب إلا في مباراة واحدة، وحقيقة هذه الطرفة المنتخب الوطني أن في كل مباراة في هذه التصفيات يقوده المدرب. بداية من جلال تامجا، العمروش في مباراة سيشا جلال تامجا، مباراة جنوب أفريقيا كان العمروش، والآن عمر المريم، وهذه لا تحدث إلا في ليبيا. يعني نعم هشام، في سياق متصل هشام، هل تتوقع أن عمروش وضع المنتخب الوطني في مأزق بتصريحاته المستفزة للنيجيريين؟ العمروش وضع نفسه في مأزق ولم يضع المنتخب الوطني، لأن كل شخص يتحمل مسؤولية نفسه. يعني المنتخب النيجيري لن يحاسب منتخب ليبيا على تصريحات مدربه، ولكن سيتعامل مع منتخب ليبيا باحترافية الفوز بالنقاط الثلاث، لأن هذه مباراة تعني كثير للمنتخب النيجيري، تعني التأهل لكأس أفريقيا المتغيب عنه المنتخب النيجيري في بطولتين سابقتين. بالتالي فالعمروش وضع نفسه في مأزق ولم يضع المنتخب الليبي في المأزق. التوقعات أن الجماهير النيجيرية لن تعادي المنتخب الليبي، لن تعادي ليبيا في حد ذاتها كدولة. الصحف النيجيرية عندما انتقدت تصريحات العمروش انتقدت العمروش. رئيس الاتحاد النيجيري عندما تقدم بشكوى لرئيس الاتحاد الليبي اشتكى من العمروش، ولم يشتكي من أي لاعب ليبي أو مثلا المنظومة الرياضية في ليبيا أو الشعب الليبي. وهذا الأمر الذي سيعطي أريحية أيضا للاعبين، ولكن الضغوطات التي ستكون من الجماهير النيجيرية للمباراة هي لتحقيق الفوز لمنتخبها ولا لإبراز عدائية تجاه لاعبينا مثلا. نعم هشام، يعني بعد كل هذه الأحداث المتسارعة خلال أقل من أسبوع تقريبا، هل منتخبنا قادر على حصد نقاط من مباراتي نيجيريا ذهابا وإيابا، واللي حتعزز من حظوظه جدا في بلوغ نهائيات الكان؟ حسب وجهة نظر المباراتين ستكون يعني مباراتين صعبات، يعني ما هيش بالسهل انك انت تحصد نقاط من المنتخب النيجيري في مباراة يريدها المنتخب النيجيري. الحديث عن منتخب نيجيريا يعني الحديث عن قائمة من اللاعبين المحترفين، يعني الحديث عن أحمد موسى، أوهاشيو، تروست كوينغ مدافع تونيزي، أيوبو، ايتوبو، موسى سيمون لاعب ليفانتي الاسباني، كريكتر ميرو مدافع لغانيس الاسباني، يعني قائمه من اللاعبين المحترفين. صحيح. الذي يلعبون في دوريات اوروبيه قويه ولديهم رتم المباريات الذي يفتقده منتخبنا نتيجه عدم وجود دوري، نتيجه عدم وجود مباريات وديه. المنتخب الليبي لم يلعب منذ ان تقلد العمروش زمام الامور الا مباراه واحده امام جنوب افريقيا. هذه قد تضعف حظوظنا من الناحيه البدنيه، اما من الناحيه الفنيه فلاعبينا قد يقدمون لقاء جيد في لقاء الذهاب، ولكن المسافه بين الذهاب والاياب 3 ايام قد تربك الحسابات البدنيه اكثر من الحسابات الفنيه. نعم، صحفي رياضي هشام حقية، شكرا لتواجدك معنا اليوم في لايف، وأكيد كلنا نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في مباراتي نيجيريا الذهاب التي ستكون غدا في نيجيريا، وأيضا مباراة الإياب التي ستكون على ملعب الطيب لمهيري في صفاقس. هذا كان رأي الصحفي الرياضي، لنتابع ماذا قال الشارع الرياضي عن مواجهتي نيجيريا في هذا التقرير. تخلي المدرب العمروش عن تدريب المنتخب الوطني تعتبر نكسة من النكسات التي يواجهها المنتخب الوطني خلافا عن اللعب خارج الديار، ونتمنى الحظوظ للمنتخب وقلوبنا كلها مع المنتخب الوطني، رغم أني أرى أن حظوظ الآن أصبحت ضعيفة بالتقابل مع منتخب يعج بالنجوم العالميين، ولكن بالإصرار وعزيمة الشباب الليبي وكوكبة المحترفين الليبيين ومنهم بن علي ورفاقه، نتمنى وإن شاء الله أن تكون
نتيجة ترضي الجماهير الرياضية. صعبة أمام منتخب نيجيريا المتأهل لكأس العالم، ومما سيزيد من صعوبتها هي استقالة المدرب المنتخب قبل 3 أيام من المباراة. الحظوظ ستكون صعبة إلى حد ما بعد التغيير الذي حدث على المنتخب. بالنسبة للنتيجة لا نملك حاليا إلا الدعاء للاعبين، وعليهم أن يضعوا كل ما لديهم في هذه المباراة لإسعاد الشعب الليبي. بعد إقالة مدرب محنك ريناف مباراة جنوب أفريقيا، تكتيكيا رينا منتخب منظم، رينا منتخب يعني قادر أن ينافس على بطولة مش أنه يتأهل لها في مجموعة صعبة. كانت مفاجأة الحقيقة لكل عشاق الرياضة في ليبيا، لأن أمالنا كلها في المنتخب أن يتأهل للبطولة الأفريقية بعد غياب. حنشجعوا بأكثر ما عندنا للمنتخب الليبي، لكن مع هذا المنتخب الليبي ضعف نسبيا أمام مباراة نيجيريا القادمة. مع آراء الشارع بخصوص المنتخب الوطني، لم يتبقى في لايف إلا أن نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراة نيجيريا مساء الغد. إلى اللقاء. We'll be right back.